انت بتعمل ايه يا اللي تنشف لي في ايدك؟ فاطمه وقعتي قلبك، ده انا بحسبك ام قواق. ام قواق ايه؟ ده انا هوديك في 60 داهيه يا بعيد، ده انا حندك جنب العمده هخليه يوديك في توكل. ليه كده؟ ليه كده يا فاطمه؟ هوني بسرق ولا بسرق؟ ده انا كنت باخد كام بيضه افطر بهم عيالك، مش هني يعني اللي هفطر بيه. جرايه يا والي، انت صدقت ولا ايه؟ ده انا بضحك معاك. النبي يا واد يا حسن، تاخد بالك من العيال انت وحنان، وعايزه حنان كده تاكلهم كويس وتحميهم وتنظفهم، يا رب ربنا يسترها معاكوا. خد يا والي دي عشان خاطر مصاريف العيال، خليها معاك، وانا بكره ولا بعده كده ان شاء الله هبقى اجي اشقر عليهم. دي بقى انا عايزاك تديها للبت حنان وتقول لها فاطمه عايزاك تروح تجيبي زياره من اللي هي وتيجي بيها لحد باب الدار، علشان اني في حاجه في دماغي كده عايزه اعملها، وتقرع لها زرغطتين وهي داخله يهزوا البلد كلها. ايوه ايوه، بس حنان تعمل كده ليه؟ هتكون تعمل كده ليه يا اخويا؟ انا عايزه حافظه تهري. ايوه ايوه، انت عايزه كده حافظه. خرب بيت سنينك السودي. خلاص خد يا ولد، خد دي، خد كل دي. جيبي كام طماطماي. حاضر، عينيا الاثنين، وادي بصلتين عشان تحيقوا البطاطس. تسلم يدي. صينيه حلوه بقى كده وجنبيها شويه رز واكلوا العيال. هي حاضر. سلام يا غالي. سلام يا حسان. مش قادر حتى تبصلي. تبصلك ايه يعني؟ اهو بقى هي دي البصي، ولا انا مش زي العيوج اللي بره؟ عايز ايه دلوقتي يا حفيظه؟ عايز افكرك باللي انت قلته، في حاجات اليومين دول بتحصل ممكن تخلي الواحد ينسى. وايه بقى اللي انا قلته؟ قلت ان فاطمه دي بهيمه وتعشر وبس، وملهاش قشايه في الدوار دي، ولا قشاي ولا حتى حصوة ملح. طب وانا قلت كلام غير كده ولا رجعت في كلامي؟ واذا كنت ما بتخافش من السيد اخويا زي الاول، اني ممكن اعمل اكتر، اني ممكن اروح لعنوان واخليه ياخد كل شبر منك. ايه ايه الزم الكلام دلوقتي يا حفيظة؟ وممكن كمان اخد ارضي منك اللي انت ساحب خيرها دي وعمال تصرفه على المعوجة بتاعتك. وممكن كمان. عارفة أني بحبك ليه؟ ليه؟ عشان أني اللي بحبك، مش عشان أنت تتحبي. وعارفة أني ما بحبكش ليه؟ ليه؟ عشان عمايلك اللي بتعمليها معايا دي. وعارف أنا بعمل عمايلي دي ليه؟ ليه؟ عشان بحب. طب لو بتحبيني بقى سيبيني. من ناحيتي الله اكبر الله اكبر على الجمال والحلاوه والطعامه. الف بركه يا بنت العرايس يلي اكيد اكيد عريسك هايس. ايوه اكيد اكيد طبعا، امال ايه؟ طب اطلعي بره يا بنت الكلب انت والزياره بتاعتك دي، كتبتلي عليك انت واهلك. استحفيظ اخرسي. ليه تاخد الزياره؟ خدها نقابله بها للعيال. بقول لك اخرسي اهو. بس يا بنت انت والنبي، ما في كلب هنا غيرك يا حفيظه يا سهرانه انت، جرايه ولي هتعضي صاحبتي ولا ايه؟ ايه يا حفيظه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي ولا ايه يا ولي؟ شوف يا اخويا بتقول ايه؟ يعني مش كفايه البت صاحبتي مكلفه نفسها الشيء الفلاني وجايبه لي زياره تليق بمقامك ومقامي، قوم تعمل فيها كده؟ طب انا مش قاعده لك في البيت يا عتمان. يا رب يا رب يا اختي، يا ده يا خد الدهيه يا رب. ما تخرسي بقى يا بنت انت، اخرسي. وانت رايحه فين دلوقتي يا فاطمه؟ اروح مطرح ما اروح يا اخوي، انا مش قاعده في دار ماليش فيها لا ظهر ولا سند يحفظ لي كرامتي. انت فاكرني ايه؟ ولا الوليه الخرفانه دي فاكراني ايه هي كمان؟ يا بنت لمي لسانك بدل ما اقطعهولك. استحفيظي اتدخل؟ اخرسي اهو. ما تخرسي بقى يا بنت انت يا بنت، بقول لك ايه؟ اخفي اخفي
وديني وما اعبد. انا ما راضيه امد ايدي عليكي لايدي تتوسخ، وعامله للراجل ده اعتبار، الراجل ده اللي لا طلع بيحبني ولا حاجه. طب بصي بقى، بس طب بصي بقى، بس هو ده اللي انت فلحت فيه؟ طب بس بقى وليه بقى اسكتي؟ وديني وما اعبد، انا خايف اقعد في البيت ده وانا بتوهم لاجيب عيل شبهك. اياكي يا رب ترجعي للشارع اللي لمت منه. شارع شارع ايه يا ام شارع؟ كنت تيجي تشوفي الدار اللي العمدي جايبني منه، دار شرحه وبرحي، مش المدفن اللي انت قاعده فيه ده يا وليه. ده العمدة جايبني هنا عشان انور له الدار، اخليه يلعلط كده. عشان كده بقى يا حفيظي انا مش ماشي وقاعده على قلبي. جدع يا بنتي يا فاطمه. والنعمه 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 اللي خليكي تهري كده، تهري يا وليه كده لحد ما تطقي من جنابك. وانت بقى مالكش صالح بينا خالص، ومش عايزك تتدخل في حاجه، احنا الاثنين نسوان ونعرف شغل بعض كويس. فرجيني بقى يا امك هتعملي ايه. اني اعوذ منك انت يا جلي. جدع يا حفيظه. ده انت اللي ليله الجلي متعصب 60 جلي بنتي يا حمدي. ايوه بصي انا واقفه ساكته من ساعتها اهو، سامعه الهيصه كلها، وما اتدخلت زي ما قلتلي. بس هي بتنده عليا، ارد؟ خلاصي بس لازم ارد. ايوه جدع يا حمدي. بقولك ايه يا بت؟ ايوه انا عايزاكي تدخلي على المطبخ تعملي لنا شويه حمام حلوين كده. سيبك من الكلام الفارغ ده كله، اصل العرسان الجداد يحبوا الحمام. حكيم يعني الحمام حامي، حامي يا حمام. عايزك يا بنت تدقيه دق كده ولا الكفته. الحمام الحامي، حامي يا حمام. ايه دي بتقولك ادق لها الحمام؟ هو الحمام بيدق؟ الحمام بيطير؟ لا ما هي بنت محدثه خدامه بقى وجايه تنظف. هنا انا اللي هوريكي هتنظف. يا بنت الكلب، يا بنت الدور هديني بحتي. يا بنت الحمام، يا بنت الكلب. اي حمام؟ انا هطلعهولك الحمام. طب الحمام اي يا بنت الكلب؟ ايه بنت واحد جدعان براوح عليكم. تطلعوا حباتك، طولوا بقى يا حباتك. ايوه دي بيها من شعرها، علميها الادب احسن. هات تعال. ايوه براوه عليك، براوه. وانت يا بنت برضه تعال، براوه عليك، براوه. وانت هي الحق، هي الحق. يا بنت الكلب هتعرف غلط. اخرب بيوتك، اطلع على اوضتك يا بنت الكلب. بس يا ستي يا حنان. يا نعمان روحي نادي ابو العيله خليه يطلع وجهز لنا الغدا اوام. الغدا جاهز على الغرف يا ستي، وابو العيله احتوى لسه خارج. خرج راح فين؟ روحي اندهيله اوام. يلا فرارج.